بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد كورس مهم جدا عن الاسيت مانجمنت، وهناخد فيه اهم شهاده معتمده دوليا، وهي التوب كريدنشال في الاسيت مانجمنت، اسمها الكاما، اللي هي سيرتيفايد اسيت مانجمنت اسيسور. هنتكلم على الكورس والامتحان، فده جدول محتويات محاضره النهارده. اول حاجه هنتكلم على الكاما ومين اللي محتاجها، وتاني حاجة مين المفروض يقدم عليها وياخدها ليه، وليه ياخد الكورس مع انجي بوك. وهنتكلم على الكاما اكزام والكاما كورس سكيدول، هيبقى عبارة عن 8 ايام. اول يوم هنتكلم مقدمة عامة عن الكورس والاسيت مانجمنت والكاما بادي اوف نوليدج، وتاني يوم هنتكلم على حاجة اسمها اسيت مانجمنت سيستم حسب الايزو 55000، وتالت يوم هنتكلم على الانفورميشن سيستم اللي خاصة بالاسيت مانجمنت، ورابع يوم هنتكلم على صنع القرارات او الاسيت مانجمنت ديسيجن ميكنج، دي من اهم الحاجات اللي في الكورس واللي بتميز اي مهندس، وخامس يوم هنتكلم على اللايف سايكل ديليفري للاسيت نفسه من اول الاكواير او الديزاين او الكرييت لحد ما تعمله ديسبوز، وسادس يوم هنتكلم على المخاطر والريفيو بتاع البرفورمانس للاسيت سواء كان ليدنج او لاجنج، وسابع يوم هنتكلم على المنظمه او الشركه اورجانيزيشن والبيبل اللي فيها وازاي بيأثروا تأثير جوهري على الاسيت مانجمنت، وثامن يوم هنتكلم على الاستراتيجي والبلاننج. طبعا دي اهم حاجه، يعني من غير استراتيجي وبلاننج للاسيت مانجمنت مش هتطبق اسيت مانجمنت سيستم في الشركه. بعد كده بنتكلم على الفايدة من الكورس، ولو حد عنده أي سؤال كالمعتاد يشرفنا طبعا على اليوتيوب أو على الويب سايت أو لينكد إن وفيسبوك. لو أنتوا فاكرين يا شباب، إحنا قبل كده اتكلمنا في محاضرتين بريفيسلي، اتكلمنا على المينتنس والريلابيلتي والفاسيلتي مانجمنت والأسيت مانجمنت. فالمحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا فيها بالتفصيل عن شهادة سي ام ار بي Certified Maintenance Reliability Professional من جمعية اس ام ار بي في امريكا، ودي خاصة بالصيانة الكور مينتنس والريلابيلتي، وكان فيها 5 body of knowledge: البيزنس والمانجمنت والمانيفاكشرنج بروسيس اللي هو الاوبريشن والريلابيلتي والاورجانيزيشن ليدرشيب والورك مانجمنت اللي هي خاصة بالمينتنس. وقلنا الشهادة دي خاصة بالمينتنس ككور، يعني الصيانة بصورة عميقة شوية، بتتكلم فيها على تحاليل والفيلير باترن وأنواع الصيانة والاستراتيجيات الخاصة بالصيانة والمانجمنت للصيانة. وبعد كده اتكلمنا في المحاضرة اللي بعديها على الفاسيلتي مانجمنت، وخدنا أهم حاجة فيها أو أهم شهادة فيها CFM Certified Facility Manager من جمعية IFM في أمريكا، وقلنا دي بتناقش 11 body of knowledge اللي هم البروجكت مانجمنت اداره المشروعات والليدرشيب والاستراتيجي والاوبريشن والمينتنس والفاينانس والبزنس والسستينابيلتي والكوميونيكيشن والاوكيبانسي فاكتور والبرفورمانس والكواليتي والتكنولوجي والريال استيت والريسك مانجمنت. وقلنا الفاسيلتي من اهم الحاجات اللي بتميزها عن الاسيت مانجمنت او الصيانه، اللي بتهتم اكتر بالبيبل، فغير انها بتهتم بالبليس او بروبرتي او البيلدينج، بتهتم بالبيبول جدا وازاي بتطبق احدث تكنولوجي عشان تطور البروسيس. هي دايما عامله انتجريشن لفور كاتيجوري: بيبول، بروسيس، تكنولوجي والبليس. اما الاسيت مانجمنت بقى فهي مهمه جدا في اي شركه، لانها عباره عن اداره الاصول اللي داخل الشركه، ازاي بتدير الاسيت اللي عندك. وكلمه اسيت زي ما قلنا قبل كده، هي اي حاجه عندك في الشركه او في البيت او وات ايفر بيبقى ليها فاليو، ممكن تطلع منها فاليو. فما دام هي ليها فاليو، فانت الهدف بتاعك انك تماكسمايز الفاليو دوت. اوكي، فالهدف من الاسيت مانجمنت انك تماكسمايز الفاليو وتمانج الريسك وتزود البرفورمانس بتاع الاسيت نفسه وتقلل الكوست. دول اهم حاجات بتميز الاسيت مانجمنت. واللي عمل الاسيت مانجمنت سيستم او السيرتيفيكيتس هي منظمه اسمها دبليو بي اي ام في استراليا، الورلد بارتنر ان اسيت مانجمنت، بالتعاون مع اس ام ار بي في امريكا.
وعملوا الشهاده بيزد على الايزو 55000 بالاضافه لاي اي ام اللي هو في انجلترا انستيتيوت اوف اسيت مانجمنت، عامله برضو حاجه اسمها موديل عباره عن 6 جروب اللي هم الاورجانيزيشنال بيبل، الاستراتيجي بلاننج، اللايف سايكل ديليفري، الاسيت مانجمنت ديسيجن ميكنج، والاسيت انفورميشن، والريسك ريفيو. زي ما انتم شايفين 6 جروب اللي فوق دول، وتحت منهم في 39 سبجكت برضه حسب جمعية اي ام، وحاجه اسمها جي اف ام ام. دول عباره عن بارتنر في جميع انحاء العالم، عاملين جمعيه بتطور الاست مانجمنت سواء كان للاشخاص تبقى كومبتنس او للاورجنايزيشن. والنهارده ان شاء الله هنتكلم على الاست مانجمنت واهم شهاده اللي هي الكام. فده كده مقارنه من الثلاثه. دايما الفاسيلتي بيهتم بيها مهندسين الام اي بي والاستراكشر والاركتكتشر، تبقى دايما مركزه على المباني، والسي ام ار بي دايما بتركز على الماكينات والمعدات وانواع الصيانه اللي بتتم عليها. اما الاسيت مانجمنت فهي بتهتم باداره الاصول كلها في الشركه، سواء كانت اصول فيزيكال زي الاكويبمنت والفاكتوري واللاند اللي عندك والبيلدينج والكرينز الفورك ليفت السيارات، كل دي اسمها فيزيكال او تانجبل، وساعات بيسموها فيكسد عشان فيكسد معناها فيكسد اسيت معناها اللي هي بتستمر معاك لاكتر من سنه ما ينفعش تسيلها بسرعه. والكرنت اسيت زي الانفنتوري والكاش والانتانجبل اسيت اللي هي الحاجات اللي غير ملموسه بقى، يعني زي مثلا حق براءه الاختراع زي اللوجو والبراند ايكويتي. فالاسيت مانجمنت حسب الايزو 55000 هي بتدير جميع الاصول بجميع انواعها، بس احنا دايما بنركز على الفيزيكال اسيت او الفيكسد اسيت. اول حاجه الكاما زي ما قلنا هي التوب كريدنشال واللي بيقدمها جمعيه دبليو بي اي ام في استراليا بالتعاون مع اس ام ار بي، وهي التوب كريدنشال بالمقارنه مع في عندي شهاده ودبلومه بتقدمها جمعيه اسمها اي ام في انجلترا، بس الكاما بتغطي بادي اوف نولج اكبر منهم عشان كده هي توب بالنسبه لهم، وهي بيزد على الايزو 55001. طبعا الايزو هو يعني جايب قوه، هو المستقبل كله في الشركات اللي بتعمل كومبلاينس مع الاس مانجمنت لازم تطبق الايزو، والكاما هي اهم شهاده فيها بالنسبه للاشخاص. واللي بياخد الكاما بيبقى اسيسور بيقدر يعمل اسيسمنت للشركه عنده المنظمه حسب معايير الايزو عشان تاخد الشهاده. طبعا الايزو الكاما هي بيزد على الايزو 55000 زي ما قلنا، عباره عن 7 كلوز او 7 سيت اوف ريكويرمنت، وبيزد برضو على الاي ام موديل اللي هم 6 جروب، وبيزد على الجي اف ام ام اللي هم البارتنرز 39 سبجكتس. اوكي، واللي عملها زي ما قلنا الدبليو بي اي ام في استراليا منظمه عن طريق اس ام ار بي في امريكا. وزي ما قلنا اللي معاك كاما بيبقى اصلا اسيسور لاي شركه يعمل لها اسيسمنتس او اوديتنج حسب الايزو ويساعدها انها تاخد الايزو. طبعا دي حاجه كبيره جدا يعني، وهي برضو بتست الجلوبال كومبتنس حسب الايزو 55000 للاشخاص، يعني اللي معاك كاما يبقى كده هو عمل ساتسفاكشن للريكويرمنت حسب الايزو 55000. وبالنسبه للشركات بتساعدهم على حاجه اسمها الماتشوريتي جيرني. ماتشوريتي معناها ان الشركه مكانها النهارده فين من الاس مانجمنت، هل هي لسه بادئه ولا هل هي عندها خبره عاليه في الاس مانجمنت ولا هل هي عندها خبره متطوره جدا وماشيه مع الديجيتاليزيشن والثوره الصناعيه الرابعه وفي اتجاه الثوره الصناعيه الخامسه. فده اسمه الماتشوريتي ليفل لاي شركه، بيبدا من الكومبتنت لحد الاكسلنس. دي بعض الوظائف للناس اللي معاهم الكامه او السيرتيفايد في الاس مانجمنت، بتبقى طبعا مناصبهم عاليه، اسيت مانجر او اسيت دايركتور او استراتيجيك اسيت مانجر او بروجرام مانجر. زي ما انتم شايفين كده في دبي وظائف، في انجلترا، في امريكا. مين اللي المفروض يقدم على الشهاده او الكامه؟ طبعا هي اسيت مانجمنت بتبقى دايما فيها جزء خاص باتخاذ القرارات الاستراتيجيه وقرارات تشغيليه، فاللي بياخد القرارات دي لازم يكون فاهم في الفيزيكال اسيت جدا، وازاي بيحصل له فيلير، وازاي في حاجه اسمها مينتنس وريلابيلتي استراتيجي والار سي ام. فلازم يعني اتس بريفيرد اللي هو يكون مهندس،
اوكي، لانه لو مش مهندس هيعاني، لازم يستعين بمهندس تاني. فدايما اهم ناس بيقدموا عليه هم الانجينيرز او المينتنس والريلابيليتي مانجر، او لو حد بيعمل اسيسور اسيسنج او اوديتنج حسب الايزو 53000 زي ما قلنا، والفاسيلتي والاست مانجر، او بقى الاكزيكتيف ليفل زي السي او الفي بي الاس في بي، او الناس اللي هم اصحاب القرارات الماليه والفنيه تكنيكال فاينانشال ديسيجن ميكر. تاخد الكورس ليه مع انج بوك؟ زي ما انت عارفين المحاضر بيكون معاه دكتوراه ماجستير على المستوى الاكاديمي وعلى المستوى الاحترافي، معاه بروفيشنال لايسن من امريكا وتشارترد انجينير من استراليا وانجلترا، واكثر من 15 سنه في مجال الاستشارات الهندسيه واداره المشروعات والاست مانجمنت. وتاني حاجه، ان جي بوك بتديك الكورس مش بس بز على الاكزام، لا بز برضه على الليرنينج، يعني ليرنينج فوكس بلس اكزام بيزد. والمحاضره دايما فيرتشوال انتر اكشن على الزوم، وفي واتساب جروب زي ما انتم عارفين مع كل جروب عشان في انتراكشن بين المحاضر وجميع الممبرز، وفول سبورت لحد ما تقدم الامتحان. دي نبذه على الامتحان بتاع الكاما، هو عباره عن 110 سؤال ام سي كيو لمده ساعتين، مش مسموح لك تاخد معاك اي حاجه، كلوزد بوك. بيكون امتحان بلوكتر وانت قاعد في البيت او في المكتب، بتسجل عن طريق حاجه اسمها بروفيشنال بروفايل، تقدم عليه عن طريق جمعيه اس ام ار بي لو انت ممبر، حتى لو مش ممبر تقدم عليه برضه بس تكلفه زياده. ولازم يكون عندك اقل حاجه 5 سنين عشان تبقى اليجيبل، 5 سنين خبره في مجال اس مانجمنت. بتسجل الامتحان ب $300 لو انت ممبر في اس ام ار بي، و $450 لو انت مش ممبر، وبتبقى صالحه معاك شهاده فاليد لحد 3 سنين. ولا قدر الله ما نجحتش، لازم تستنى 6 شهور وتخش الامتحان $900. الامتحان بيجي ازاي؟ الاكزام كونتنت بيبقى عباره عن، هنا زي ما انتم شايفين 7 سبجكت: اس مانجمنت سيستم، اس انفورميشن، ديسيجن ميكنج، لايف سايكل، اورجانيزيشن وبيبل، ريسك وريفيو، استراتيجي وبلاننج. وفي نفس الوقت ال7 سبجكت اريا دول مقسمين هنا 25 سبجكت، فاحنا بنغطي كل دول حسب ال6 جروب اللي قلنا عليهم في الاي ام موديل وال39 سبجكت اللي خدناهم في اول سلايدز اللي هم بتوع الجي اف ام ام اس لاند سكيب. فدول بيغطوا جميع الاكزام كونتنت الخاصه بالكامل. الكامل بادي اوف نولج بيزد على الايزو 55000 اللي هو الكتاب 55001 55002. طبعا دايما انت في اي ايزو بتلاقي مثلا 9000 14001، فكلمه واحد دي اللي هي بعد ال1000 تبقى دايما خاصه بالشال والريكويرمنت، وهي دي الكول الكور ريكويرمنت اللي انت المفروض تطبقها. اما ال 4000 مثلا او سوري 9000 او 14000 او 31000 من غير الواحد دي عباره عن اوفر فيو برنسبل بس وديفينيشنز. لما بزود عليها 2 تبقى عباره عن جايد لاينز اللي هي شود، لكن المين كور اللي هو لازم تطبقه في الشركه اللي هو دايما معاه واحد، 14000 واحد مثلا في البيئه، 9000 واحد مثلا في الكواليتي، 31000 مثلا في الريسك، واحنا عندنا في الاس مانجمنت 55001. فده اول بادي اوف نولج. تاني بادي اوف نولج اللي هم الكتابين بتوع الجي اف ام ام، وبعدين عندي كمان 3 بوكس من جامعه اي ام سي في استراليا الاس مانجمنت كونسل، فهم دول البادي اوف نولج اللي خاصين بالكام اكزام. سوري. طب بيجي ازاي الامتحان؟ ده نموذج لبعض الاسئله. فمثلا بيقول لك التشنج في اي منظمه بيكون دايما ضروري انك تغير، بس ممكن يكون في قدام منه عوائق كونسترين زي ايه؟ هل بيبول كلتشر ولا الكوميونيكيشن ولا البور اسيت مانجمنت سيستم ولا الكابكس والابكس؟ فدايما اهم حاجه هي الكالتشر بتاعت الناس. لو الكالتشر بتاعت الناس كالتشر قديمه مش ماشيه مع التشنج مانجمنت، فده اكبر اعاقه عندك في الشركه. تاني حاجة عندنا الأوبجيكتيف في أي منظمة بيكون سمارت. طب يعني إيه سمارت؟ هل هي سبيسيفيك، مينينجفول، أتشيفابل، ريال وتايمد، ولا سبيسيفيك وميجرابل وأتشيفابل، رياليستيك وتايمد،
ولا سبيشال وميجرابل وانيوال وريل وتايمز. فطبعا هي دايما سبيسيفيك ميجرابل اتشيفابل رياليستيك تايم هي دي سمارت لاي اوبجكتيف او اي جول. الايزو ستاندرد فور ريسك مانجمنت رقمه كام؟ فدايما الريسك دايما زي ما قلنا 31000. Which of the following not key element من الـ ISO 55000؟ يعني إيه هو مش key element ولا context ولا set of requirements؟ أي واحد من دول، هل هي الـ policy، الـ leadership، الـ planning أو evaluation؟ فهي الـ policy. يعني إحنا عندنا في الـ ISO دايماً في 7 set of requirements اللي هم زي planning، evaluation، leadership، بس مش من ضمنهم الـ policy. امتى بجمع معلومات information عن الاسيتس؟ في اي مرحله؟ هل في الكرييشن والاوبريشن والمينتنس والديسبوزل، ولا في الاوبريشن والمينتنس والديكوميشننج، ولا في بلاند مينتنس انترفال والفيلير، ولا في الاكوزيشن والاوبريشن؟ فدايما في جميع مراحل الاسيتس اللي هي كرييشن اوبريشن مينتنس ديسبوزل بجمع كل المعلومات. كل ما يكون عندك داتا اكتر كل ما يكون عندك قرار ادق واسرع واحسن. طب وين comparing to alternative project؟ لما تقارن بين مشروعين عشان تشوف مين فيهم أربح بالنسبة لك، فأي أحسن طريقة بتستخدمها؟ هل طريقة الكابكس، الأوبكس، payback period، ولا net present value؟ فدايما في alternative أحسن طريقة دايما net present value، عشان هي بتعمل لك حاجة اسمها time value of money، وفي نفس الوقت بتاخد اعتبار جميع الـ life cycle. فده نموذج الامتحان يا شباب. الكورس سكيدول الخاص بالكورس سوري كام كورس سكيدول بتاع كورس الكام عباره عن كام يوم زي ما قلنا 8 ايام. دي 1 اس مانجمنت تول كام بادي اوف نولج، دي 2 اس مانجمنت سيستم، دي 3 اس انفورميشن، دي 4 ديسيجن ميكنج، دي 5 لايف سايكل، دي 6 ريسك ريفيو، دي 7 بيبل اورجانيزيشن، ودي 8 استراتيجي بلاننج. ودايما احنا قلنا دول بيزد على الاي ام موديل هم 6 جروب، والجي اف ام ام لاند سكيب اللي هم 39 سبجكت، والايزو اللي هم 7 سيت اوف ريكويرمنتس. اوكي فدي وانا هنتكلم على اس مانجمنت والبادي اوف نولج للكاما. كل محاضره عندنا 3 ساعات، هم الكورس كله 8 محاضرات فتقريبا 24-25 اورز. فاول حاجه هنتكلم على الاسيت، يعني ايه اسيت ويعني ايه اسيت وانواع الاسيت هي، سواء كانت فيكسد كارنت تانجبل انتانجبل لينير ليفنج. الاسيت لايف سايكل من اول الاكوزيشن لحد الاوبريشن المينتنس للديسبوزل والديكوميشننج. الاسيت مانجمنت هناخد الفاندمنتالز والموديل المختلفه والبنفيت منها، يعني ايه ماتشوريتي الشركات. والاسيت مانجمنت سيستم زي الايزو 55000 والاي ام والجي اف ام ام والستاندرد والبابليكيشن. والاس مانجمنت سيرتيفيكيت سواء للاشخاص او للشركات. وهنتكلم على البنفيت الخاصه بالكامه وازاي تسجل الامتحان والبادي اوف نوليدج والكورس اوت لاين. هنا مثلا عندي انواع الاسيت زي ما انتم شايفين، ممكن تاخد ارض، لاند، مبنى، بيلدينج، ماشينري عندك في الشركه زي الفورك ليفت، الكرين، هيفي اكويبمنت، زي الفيكلز السيارات اللي عندك في الشركه، الفاكتوريز والبلانتس، الانفنتوري المخزون اللي عندك، كل دي اسيتس. ممكن تكون فيكسد، كارنت، فيزيكال، ليفينج، لينير. واللايف سايكل ديليفريز او اللايف سايكل الاسيت زي ما قلنا من اول الاكواير او الديزاين او الكرييت حسب نوع الصناعه اللي انت فيها. وهنا المثلث بتاع الاسيت مانجمنت، اهم حاجه تماكسمايز الفاليو وتمانج الريسك وتريديوز الكوست وتنكريز البرفورمانس. وهنا عندي الاسيت مانجمنت والاسيت مانجمنت سيستم والاورجنايزيشن والاسيت بورتفوليو. ايه مكان الاسيت مانجمنت بالنسبه للشركه كلها؟ فعندي اكبر دايره هي الشركه، بعدين جواها الاسيت مانجمنت، وبعدين جواها السيستم، وبعدين جواها البورتفوليو اللي هو مجموعه الاسيت الكريتيكال او المهمه اللي انت عايز تعمل لها اسيت مانجمنت سيستم حسب الايزو. وهنا مكان الاسيت في البالانس شيت الخاص بالمحاسبه والفاينانس. بيكون دايما البالانس شيت عباره عن اسيت ولايبيلتي واكويتي. فدايما الاسيت هتلاقيه كده على الشمال مقسم لحاجتين، الام الفيكسد والكرنت. ودي السيرتيفيكيت الخاصه بالاشخاص
الاي اي ام بيقدم لك السيرتيفيكيت والدبلومه اللي هم تو ليفل ادفانسد واسينشال، وطبعا الكامل اللي هي سيرتيفايد اس مانجمنت اسيسور هي التوب كريدنشال. فده اول يوم. تاني يوم بقى هنتكلم على الاي ام اس او اس مانجمنت سيستم اللي هو خاص بالايزو. هنتكلم اول حاجه الفرق بين ستاندر وستاندرزيشن، ويعني ايه اصلا اس مانجمنت ستاندر زي باس 55 بتاع الاي ام والجي اف ام ام والايزو 55000. وبعدين ليه بنعمل ستاندر الاس مانجمنت، الفائده من ستاندر يعني. وبعدين بنعمل ليه اس مانجمنت سيستم، ودي احنا احسن محتاجينه في الشركات. وبنتكلم بقى ان ديتيل على الايزو 55000 وال7 سيت اوف ريكويرمنت اللي خاصه بيه عن طريق ديمينج سايكل اللي هي بلاند دوت شيك اكت. وهنا عندي الباس 55 بتاع الاي ام في انجلترا، وبعدين عندي الايزو 55000، وبعدين عندي اللاندسكيب الخاص بالجلوبال فورم اوف مينتنس اند اسيت مانجمنت اللي هي الجي اف ام ام، وهنا الستاندرد والكي بي اي والاوبجكتيفز والبي دي سي سايكل. وهنا عندك الستاندرد كومبوننت، وهنا الستاندرد كومبوننت ده بيوريك يعني الصوره اصلا لوحديها بتوضح لك ان لما يكون عندك ستاندر حتى على الكومبوننت فانت بتقلل عندك الانفنتوري وبتسرع لو عندك مثلا مشكله في الامبلاند مينتنس او كده بيبقى عندك الستوك دايما جاهز لانها كلها ستاندر زي بعض. حتى الستاندر في الكومبوننت بيبقى مهم جدا، ما بالك بقى بالستاندر في الاس مانجمنت في الاداره نفسها. فدايما مع الوقت بيحصل لك ماتشوريتي، كل ما المشروع عندك في الشركه بتزيد في الاس مانجمنت كل ما عندك البرفورمانس بيزيد. وثالث يوم بنتكلم فيه على انفورميشن، طبعا من اهم المحاضرات بنتكلم بقى فيها على الداتا ساينس بقى والبيج داتا ارتفيشال انتليجنس اللي هو الثوره الصناعيه الرابعه، ودايما رايحين دايما في اتجاه الثوره الصناعيه الخامسه اللي هتكون كلها بيرسوناليزد، كل حاجه هتكون فيها عن طريق روبوتس وعن طريق ارتفيشال انتليجنس. احنا حاليا في مرحله لسه التجربه في الشركات اللي هي الثوره الصناعيه الرابعه. بنتكلم هنا على اهميه الداتا في صنع القرارات، كل ما يكون عندك بيج داتا وكلها معمول لها اناليتكس كويسه في الشركه بتطلع منها قرار يعني اقرب ما يكون للصح. طبعا ما فيش قرارات بيز على الداتا بتبقى 100% صح، بس اقرب ما يكون للصح يبقى عندك بروبابيلتي فيري هاي. واصلا كل علم الداتا اصلا هو كله مبني على الاحصاء statistics، عشان كده هو كله مبني على البروبابيلتي. فكل ما يكون عندك داتا كتير وكلين وليها كواليتي بتاثر على القرار في السرعه وفي الدقه. فهناخد يعني اسيت انفورميشن، الفرق بين الداتا والانفورميشن، وازاي بعرف الاسيت عندي في الشركه عن طريق الهيراركي بتاعه والمكان بتاعه كونديشن اللوكيشن. ولو عندك برضو بتطبق عندك الجيوغرافيك سيستم او الجي اي اس، او بتعرفه عن طريق الفيلير حصل له فشل كم مره او انهار كم مره، عن طريق كوست او الكومبلينس. وبناخد الفرق بين داتا انفورميشن والنولج والويزدم واللايف سايكل والديجيتال ترانسفورميشن والاسيت انفورميشن ستاندرد والهيراركي والتراكنج والكودنج انواع الستاندرد في الشركات. وبناخد اسيت انفورميشن سيستم اللي هي بقى السوفت وير، في حاجه اسمها اي ام مشهوره دايما في الشركات اللي هي انتربرايز اس مانجمنت، زي عندك مثلا الساب والماكسيمو، وعندك السي ام ام اس اللي هو خاص بالصيانه كمبيوترايز مينتنس مانجمنت سيستم، والامبلمنتيشن فاكتور لكل سوفت وير. وبناخد داتا انفورميشن مانجمنت، اسيت داتا سورس، داتا يوزرز، دوكيمنت كنترول، وامبلمنتنج تشينجز. هنا مثلا زي ما انتم شايفين اهميه الداتا في الثوره الصناعيه الرابعه، انك ممكن تربط عندك المبنى اللي عندك ك 3 دي موديل مثلا من على البيم، انك تدخله مثلا على الباور بي اي وتعمل لكل اسيت عندك كودنج بمكانه بالكونديشن بتاعه بالرقم بتاعه بحالته، عندك هيستوريكال داتا. وبتعمل هنا حاجه اسمها بيسموها ستوري تيلينج، تقف على اي اسيت هنا بيطلع لك الستوري الخاصه بيه سواء عندك هنا على البار شارت او الباي شارت. يعني حتى الداتا بيسموها داتا فيجواليزيشن، لما تيجي تمثل الداتا عن طريق مثلا بار شارت او دونت او بار او كولم، الحاجات دي اصلا مش راندوملي، لا انت بتعملها اصلا عن طريق حاجه اسمها داتا مايننج او حاجه اسمها داتا مينينج والسايكولوجي بتاع الانسان.
كل لون من دول بيعبر عن حاجه معينه. اوكي، زي مثلا الاسود بيبقى اللون دايما ميستري، الاحمر بيعبر مثلا عن الحاجات اللي فيها انرجي ودينجرس، الوايت مثلا حاجات كلها بيور، البلو مثلا في تراست، الجرين في تبع السيفتي انفايرمنت والبيئه. فكل لون من دول بيعبر عن حاجه معينه في الداتا فيجواليزيشن، ونوع التمثيل بتاعها سواء كان زي ما قلنا بار ولا كولم، ولا عندك الدونت او الباي شارتس، كل الحاجات دي اصلا مهمه جدا لما تعمل فيجواليزيشن. فانت عشان تجمع الداتا بتعملها الاول حاجه اسمها كليننج، اكستراكت الداتا اصلا، سواء عندك مثلا اس كيو ال، او عندك ساب، او عندك ويب مثلا سورس، او اكسل، حتى شيت بي دي اف، وات ايفر، تاخد منه الداتا تعمل لها الاول كلين، تشوف اي حاجه فيها ميسنج، داتا كويسه ولا لا. كل ما يكون عندك كلين داتا كل ما يكون عندك قرار احسن بكتير، بتطلع اصلا يعني معلومات قيمه بياخدها الاكزيكتيف تيم او السي اوز والسي في بي والفي بيز، بيدوا فيها قرارات في صالح الشركه. فدي أهمية الداتا. عشان احنا دلوقتي بقينا في عصر البيج داتا، عندنا بيانات كبيرة جدا، فلازم يكون عندك داتا كواليتي في الشركة. فده نموذج مثلا زي ما قلنا ارتباط البيم مع الباور بي اي. وهنا مثلا الاست هيراركي بتعرفه ازاي؟ عن طريق الكودينج، وهنا عن طريق مثلا المكان بتاعه او حالته. وهنا عندك الداتا فلو مثلا زي ما قلنا، عندك مثلا سورس للداتا سواء كان هو اس كيو ال او عندك الساب مثلا، بتاخد عندك الداتا تعمل لها اكستراكت، تعمل لها ستورنج ولودنج، وبعدين تشوف منها ايه هي اللي فيها داتا تراستد، بيسموها دايما سنجل سورس اوف تروث. يعني عندك السورس واحد هو بس اللي بيديك تروث، يعني مش مثلا عندك بيانات من جميع انحاء الشركه بتاخدها كل واحد ليه معنى مختلف، لا، وعندك دايما سنجل سورس اوف تروث للداتا. اوكي، ولما يكون عندك تراست داتا بتوديها بقى يا اما تعمل ماشين ليرنينج، تعمل لها مثلا موديل انه يتنبأ مثلا بالفيلير في المستقبل للاسيت اللي عندك دي، ويتنبأ مثلا باللي عندك بروفيتابيلتي، وات ايفر الاكتيفيتي بتاع الشركه اللي انت شغال فيها، وبعدين تعمل لها فيجواليزيشن وشيرنج مع جميع الستيك هولدرز. اوكي، بيبقى عندك منها انسايت، وبتوديها مثلا على روبوت او اي او اي او تي مثلا، يعمل لك ايه اللي هي بيسموها الاوتوميشن بقى، الاتمته بقى. عندك النظام كله في الشركة، كله مربوط على الشبكة العنكبوتية اللي بيسموها يعني الإنترنت، وأنت بتعمل حاجة اسمها موبيليتي، يعني ممكن حد يبص على كل حاجة عن طريق موبايل، عن طريق التابلت اللي معاه، عن طريق سنترال كنترول سيستم. أوكي، يعمل كنترول على جميع الحاجات دي طبعا حسب الأكسس اللي هو في الشركة عليه، كل واحد ليه أكسس مختلف، يبقى عنده مونيتور وكنترول في نفس الوقت. وهنا عندي تحت الداتا كواليتي زي ما قلنا، هي اكيوريت ولا لا، هل هي كومبليت ولا ميسنج، هل هي تايملي ولا لا، وهل هي عندك في تحت خالص كونسيستنت، مهمه جدا زي ما قلنا. يعني كل الاقسام اللي عندك مثلا بيشتغل بطريقه واحده، مش كل واحد بيشتغل بمزاجه، ده اكسل وده بي دي اف وده ساب، لا، كله بيشتغل بطريقه واحده عشان في الاخر يطلع اوتبوت واحد. وعندك الفرق بين السي ام اس سوفت وير والاي ام سوفت وير. الاي ام طبعا هو مور هوليستيك عشان هو شامل الصيانه والاست مانجمنت والبروجكت مانجمنت والاكونتنج والفاينانس واللايف سايكل كله للاسيت. اما السي ام اس فهو بيتكلم على كور مينتنس زي الورك اوردر مانجمنت و دي فور، هنتكلم فيه بقى على صنع القرارات. طبعا دي خاصه بالتوب ليفل بقى، السي اوز والهاي ليفل، ازاي بيصنع قرارات في الشركه بيزد على الداتا. مش كده قلنا الداتا مهمه جدا. ففي صنع قرارات خاصه بالكابكس والانفستمنت، وفي صنع قرارات خاصه بالاوبكس بالاوبريشن دي تو دي. دي طبعا دايما بتبقى خاصه، مش طبعا بالسي او، بتبقى خاصه بالاوبريشن تيم بقى. فعندك كابيتال انفستمنت ديشن ميكنج، زي مثلا عايز تعمل ريبليسمنت الاست عندك، تعمل لها ريبليسمنت ولا تخليها، ايه الافضل، وايه افضل وقت هتعمل فيه ريبليسمنت، والتايم فاليو اوف ماني، واللايف تايم موديلنج للاست اللي عندك تنبأ من المستقبل بالفيلر اللي ممكن يحصل. وبعدين عندي الاوبريشن مينتنس ديشن ميكنج زي ما قلنا، الاوبكس ريبليسمنت بروبلم، والاوبتيمال تايم فور ريبليسمنت، وبنتكلم فيها على الفيلر موديلنج. وبعدين بناخد اللايف سايكل فاليو رياليزيشن، بنتكلم فيها على اللايف سايكل كوستنج والفاليو اوبتمايزيشن. وبناخد فيها حاجات مهمه جدا خاصه بالوقت مع التايم فاليو اوف ماني، زي الديبريشيشن وزي الانفليشن
وزي الديسكاونت فاكتور والكومباوند فاكتور والديسكاونت ريت والريسورسنج استراتيجي. ازاي بقى بتحكم في الانفنتوري منه مانجمنت كويسه جدا عن طريق حاجه اسمها ايكونوميك اوردر كوانتيتي، اني دايما اطلب الكميات اللي هي توفر لي في المخزون. حاجه اسمها ري اوردر بوينت، امتى بطلب بالظبط؟ لما يكون عندي كميه قد ايه بطلب. فالار او بي خاصه بالكميه الاوبتيمال اللي هي الاوبتيمم يعني، والاي كيو خاصه بالكميه اللي بتديك احسن سعر، ودي خاصه بالكوست ودي خاصه بالكوانتيتي. والسيفتي ستوك او بفر ستوك ده القيمه اللي ما ينفعش تقل عنها في الشركه. يعني الاسيت ده لو عندك مثلا كريتيكال اسيت فدي ستوك خاصه بيه، ما ينفعش مثلا اقل مثلا السبير بارت بكميه معينه، بيسموها سيفتي ستوك او بفر ستوك. طبعا الشوت داون مهم جدا، والاوتج استراتيجي، امتى بعمل شوت داون للاكويبمنت او الفاكتوري، وهل هو بلاند ولا ان بلاند. ممكن مثلا لو بعمل انسبكشن كده راندملي الاقي ان انا محتاج اعمل شوت داون ضروري، فده بيبقى ان بلاند، بس انا كده عملت يعني ان بلاند بلاند مع بعض. لكن طبعا في بلاند شوت داون مثلا اللي هو كل 3 شهور 6 شهور سنه حسب سياسه الشركه. فده مهم جدا في الشركات الكبيره، بيبقى ليه 4 فيزز: انيشيشن، بريباريشن، اكسكيوجن، ترمينيشن. اتكلم عليها بالتفصيل في الكورس. يعني بيوريك تطور الثوره الصناعيه من اول الجيل الاول اللي هو في القرن 18، كانت خاصه طبعا عصر البخار والميكانيكا بيسموها ميكانيزيشن، وبعدين القرن 19 اللي هو دخلت فيها الكهرباء بقى، عملوا فيها ماس برودكشن واوبريشن ديفيجن اوف ليبرز ايام ادم سميث بيسموها الكتريفيكيشن. وبعدين في القرن العشرين دخل بقى الاوتوميشن بقى والروبوتس. وبعدين في القرن بقى الـ21 احنا فيه دلوقتي اللي هو الديجيتاليزيشن اللي هو بقى الاي او تي والبيج داتا انتليجنس. وبعدين الحين بقى صار سنة 5 احنا هنطبق الحاجات دي فعلا وندخل فيها نعمل هيومن ماشين انترفيس مع بعض، بيسموها فيوتشر بيرسوناليزيشن. فدي خاصه بالثوره الصناعيه. اما المينتنس هو علم حديث، فزي ما انتم شايفين عندك بدا عندك بالرياكتيف مينتنس وبعدين بريفنتيف مينتنس وبعدين برواكتيف وبعدين بريدكتيف. فهنا هتلاقي من 1950 بس يعني مش من زمان جدا، فهو بدا في القرن العشرين بدا بالرياكتيف، ان يحصل حاجه عندك بروك تجري تعمل لها فيكس، بعدين عملوها بقى بريفنتيف بيزد على التايم او بيزد على الايدج. كل مثلا 5000 كيلو تروح تغير زيت العربيه، او كل مثلا 3 شهور 6 شهور تغير زيت المعدل اللي عندك في الشركه، وده اسمه تايم بيزد. وبعدين بقى في بور اكتيف، انتقلوا بقى للبور اكتيف اللي هو مثلا بيعملوا بقى كونديشن بيزد بقى، بيعملوا حاجه اسمها سي ار ار سي ام ريبل سنتر مينتننس، بيعمل حاجه اسمها فراكاس الفيلير والفيميا عشان يعمل الموديلنج للفيلير ويتنبأ بالفيلير فيعمل له احسن مينتنس. وبعدين دلوقتي بقى بريدكتيف مينتنس اللي هو زي بقى الداتا بيز مينتنس اللي هو خاص بقى بالاي او تي والبيج داتا ارتفيشال انتليجنس. وده العصر الحالي واللي جميع الشركات الكبيره ماشيه في اتجاهه. فده تطور المينتنس من اول مينتنس لمينتنس مانجمنت لاسيت مانجمنت اللي احنا فيه حاليا. عشان كده الاسيت مانجمنت سيستم مهم جدا، والقيمه هي اللي بتمثله بالنسبه للاشخاص. وده الفرق بين الثوره الصناعيه من الاولى للرابعه للخامسه، والفرق بين المينتنس من الجيل الاول للجيل الرابع. وهنا عندك دايما القرار دايما يكون مبني على داتا مش مبني على الحدث او اللي بيسموه انتويشن. دايما يكون لازم القرار عندك بيز على داتا. وهنا عندي دي اي بي اف كيرف مهم جدا، من اول ديزاين انستليشن البوتنشال الفيلير برضه هنتكلم عليه بالتفصيل. وهنا عندك الفيلير باترن بيوريك هنا بنبذه عامه يعني ان دايما الفيلير في معظم الاكويبمنت او الاسيت معظمه دايما بيبقى راندملي. اوكي مش بيحصل يعني في وقت انت عارفه، لا معظمه راندملي. طب ما دام هو راندملي ليه انا بقى اجري اعمل مينتنس زي ما احنا بنشوف في معظم الشركات عندنا؟ دي اعمل مينتنس كل مثلا 3 شهور ولا كل شهر ولا كل 6 شهور بيزد على التايم؟ لا غلط طبعا، لان اصلا معظم الفيلر بيبقى اصلا راندوم يعني عشوائي. ما دام هو عشوائي يبقى انا لا المفروض بقى اعمل حاجه اسمها كونديشن بيزد او بريدكتيف مينتنس حسب الداتا. طبعا ده جميع توجهات الشركات الحديثه والشركات الكبيره، لكن الشركات اللي هي الصغيره تحت السلم دايما ماشيه مش كمان على التايم، ماشيه على رياكتيف مينتنس اللي هو ران تو فيلير.
رانت فيلير مش غلط لو انت عامل له بلان وانت اصلا قاصد انك تعمل رانت فيلير بس على داتا. هنا عندك الكابكس والابكس مجموعهم بيساوي التوتكس. فالكابكس زي ما قلنا الحاجات اللي هي خاصه بالانفستمنت بقى الكبيره، اللي هي مثلا حسب الشركه واسستها ممكن تبقى اكتر من $5000 مثلا، او حاجات مثلا لونج تيرم. اما الابكس هي حاجات خاصه بالمينتنس والاوبريشن دي تو دي، تبقى دايما اقل من 5000 واقل من سنه. هنا عندك الريوردر بوينتس، امتى بعمل ريوردر بوينت؟ حسب السيفتي ستوك اللي عندك اللي ما ينفعش اقل عنده. فلما اجي الاقي نفسي نازل عند السيفتي ستوك بعمل ريوردر حسب الكميه المطلوبه، عن طريق الكميه المطلوبه زي ما قلنا عن طريق ار او بي ويو كيو. هنا الاوبتيمال تايم اني اعمل فيه ريبليسمنت حسب الكوست التوتال، سواء كان دايركت كوست اللي هو خاص مثلا ببلان مينتنس، او الاندايركت كوست اللي هو خاص مثلا برياكتيف مينتنس. فبجمعهم بيساوي توتال كوست عند وقت معين وهازارد معين انا بجري اغير، فهو ده الاوبتيمال تايم اللي اغير فيه عشان بيديك اقل كوست. دي 5 بنتكلم فيها على اللايف سايكل ديليفري جميع مراحل الاسيتس، من اول ما عندك في الشركه بقى ستاندرد وتكنيكال ستاندرد، وعندك ال ريجوليشن او ليجيسليشنز، فدي خاصه بالشركات. وبعدين اسيت ديزاين او كرييشن او اكوزيشن، وبعدين اوبريشن او مينتننس، وبعدين ديسبوزال او ديكوميشننج. بطبق فيها حاجه اسمها سيستم انجينيرنج مهمه جدا، وكونفيجريشن مانجمنت، وريلابيلتي انجينيرنج. دايما الغرض منها اني اعمل اشوف الاونر او الكاستمر عايز ايه والريكويرمنتس، واعملها دايما فاليديتنج طول الوقت عن طريق طبعا الاجايل سيستم يعني. والمينتنس ديليفري هنتكلم عليه بالتفصيل، انواع المينتنس والاستراتيجي بتاع المينتنس، والاسيت اوبريشن وهيومن فيلير او هيومن ايرور مهم جدا، والريسورس مانجمنت والشت داون، هنتكلم على الفولت والانسنت ريسبونس حسب الريسك مانجمنت في اي شركه، ودي كوميشننج والديسبوزال، ودي كلها اللايف سايكل ديليفري لاي اسيت. دي اللايف سايكل ديليفري فحسب الشركه وحسب التخصص. لو مثلا عندك كونستراكشن بدل ما تسميها اكواير وكرييت بتسميها ديزاين، حسب الشركه نشطها ايه، ممكن تبقى كرييت او اكواير او ديزاين، بعدين كونستراكت مثلا في المبنى، بعدين كوميشننج اوبريشن مينتنس دي كوميشننج، وبعدين مانج ريسيفر او تعمل له ديسبوزال او تعمل له ريفابريشمنت. لكن لو عندك مثلا معدات بتعمل لها مثلا كرييت او اكواير اوبريت مينتنس وبعدين ديسبوز. وهنا عندك كابيلاري ديليفري موديل حسب الـ EMC في استراليا مهم جدا، ده بيوريك الاس مانجمنت كله لايف سايكل ديليفري من اول اكواير لحد ديسبوزال. ثم انا ماشي بعمل كونتينوس امبروفمنت عن طريق سيستم انجينيرنج كونفيجريشن مانجمنت وريلابيلتي انجينيرنج. وهنا عندي هيومن ايرور ممكن يكون مقصود او غير مقصود، انتندد ان انتندد. لو ان انتندد بيبقى دايما زي مثلا السليب واللابس والمستيك، دول ما لهمش غرامات على الموظف او الامبلوي، لكن لو هو اصلا مقصود هو قاصد يبقى عليه فيوليشن. ناخد طبعا التفصيل فيها نتكلم عليها كسايكولوجي وايز، وانواع الانسيدنت سواء كانت اكسيدنت او نير مس. اوكي، لو اوريدي حصلت تبقى اكسيدنت، ولو كانت على وشك اللي هي تحصل بس بيسموها نير مس. دايما نير مس بيهتم دايما بالانفايرمنت والهيومن والاكويبمنت والبروسيس، والاكسيدنت بيهتم بجميع الاشياء في الشركه. ممكن يكون مثلا خاص بالشخص عمل اكسيدنت فيحصل له انجري يروح مستشفى او يموت، ممكن يكون مثلا في البروبرتي او الاسيت نفسها تنفجر او يحصل لها فجر، ممكن تضر بالبيئه. ودي 6 بنتكلم فيها على المخاطر والريفيو للبرفورمانس او كي بي ايز، ونتكلم على ريسك مانجمنت والفرق بين اسسمنت واناليسيز ومانجمنت للريسك. في حاجه اسمها ريسك ابيتايت وريسك تولرانس والفورتيز اللي هم التريت والتولرانس للريسك، بتعمل له ميتيجيشن او بتعمل له ترمينيشن، وريسك ماتريكس في اي شركه عن طريق اللي هو عندك البروبابيلتي وعندك السيفيريتي او اللايكلي هود مع الكونسيكونس، والكونتنجنسي بلاننج لو عندك الريسك تنوع كبير جدا ممكن يحصل، لا مشكله كبيره فبعمل له كونتنجنسي بلاننج عشان ما ياثرش على البيزنس
يعمل لي حاجه اسمها بزنس امباكت، ممكن يوقف البيزنس خالص او شوت داون البيزنس. عشان اخلي البيزنس دايما از يوجوال بعمل كونتنجنسي بلاننج عشان يبقى عندي ريزيلينس اناليسيس في الشركه. سستينابل ديفلوبمنت ناقش فيه التري بوتوم لاين والكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي سي اس ار، وبنتكلم عن مانجمنت اوف تشينج مهم جدا، والكالتشر والاسيت بيرفورمانس والهيلث بعمل لها ازاي ريفيو سواء كانت هي عندي انديكيتور لاجنج او ليدنج. بعمل ازاي مانجمنت ريفيو اهميته ايه، واوديت واشورنس عن طريق حاجه اسمها 3 لاين اوف ديفنس اللي هي خاصه من اول استراتيجي لحد الاوبريشن لحد الاوديتنج. وعندي الكوستنج والفالويشن حسب الاكونتنج والفاينانس، في ستاندرد في العالم كله اسمه جاب او اي اف ار اس. الجاب اللي هو بيسموه دايما الجنرال اكسبتد اكونتنج برنسبلز والانترناشونال فاينانسنج ريبورتنج سيستم، دوت دول هم اكتر اثنين ستاندرد في الفاينانس والاكونتنج بشتغل عليهم. طيب بتكلم عليهم يعني كومبيرد مع الاسيت مانجمنت، عشان طبعا الاسيت زي ما قلنا هي بتطلع فاليو قيمه. والستيك هولدر انجيجمنت بعمل ازاي انجيجمنت للستيك هولدر من اهم الحاجات، عن طريق ستيك هولدر ريجستر انجيجمنت ماتريكس وباور انترست جريد. فدايما الستيك هولدر عندك بيكون عندك المديرين، الفاينانشال كوميونتي، الامبلويز اللي عندك في الشركه، السبلايرز، انشورر، ريجوليتور، كل دول اسمهم ستيك هولدر، هم ليهم مصلحه في الشركه وبتاثروا بالقرار بتاعك. وعندك هنا بيرفورمانس سواء كان عندك ليدنج فاكتور او لاجنج فاكتور، سواء كان على الاسيت نفسه او الاسيت مانجمنت سيستم، بيأثر لك ازاي، بيعمل لك حاجه اسمها كونتينوس امبروفمنت باستمرار عشان احسن دايما الليدنج انديكيتور للمستقبل عن طريق لسه ليرند من اللاجنج اللي هي حصلت اوريدي. وهنا عندي مثلا الريسك ماتريكس او ار بي اي اللي هو ريسك انفورمانس ريسك بيزد انسبكشن، عندك لايكلي هود مع كونسيكونس، كل طبعا قرر من دول كود ليه معنى معين زي الاحمر مثلا فيري هازارد، جرين يعني اتس اوكي. عندك هنا الريسك انجيجمنت ماتريكس او سوري الستيك هولدر انجيجمنت ماتريكس، حاجه اسمها السي والدي. السي اللي هو الكرنت ستيك هولدر ممكن يكون مثلا ان اوير او ريزيستنت، فانا عايز دايما احوله للدي اللي هو بيسموه ديزايرد، يبقى سبورتيف وليدنج. وفي حاجه اسمها الباور انترست جريد، مثلا الستيك هولدر اللي عندي دوت اللي هو مثلا اونر وبيحب دايما يعرف معلومات، يبقى هو كده عنده هاي باور وهاي انترست، ولازم اعمل له مانج كلوز حسب المربع اللي فوق دوت لو عنده هاي باور وهاي انترست. اما الواحد مثلا عنده لو باور لو انترست فدايما بس نعمل له مونيتور ده مينيمم ايفورت. دي سبعة عندي المنظمه نفسها بقى والناس، ازاي بقى بطلب الناس اللي عندي في الشركه عن طريق بريكويرمنت، او بطلب الريسورسز اللي عندي سواء كان عندك معدات او سبير بارت او ماتيريال. والسبلاي تشين مانجمنت السبلاير بعمل ازاي علاقه كويسه مع السبلاير عن طريق لونج تيرم مثلا كونتراكت او ال تي بي اي، عشان اضمن دايما ان السبلاير دوت يكون مثلا لوكالي بيقدم لي افضل الماتيريال في الوقت اللي انا عايزه. بضطر اعمل بقى اوت سورسنج مثلا في الكونتراكتنج لو مثلا عندي مشروع، بدل ما اشغل ان هاوس تيم لا، لقيت ان انا مثلا حسب الدراسه اللي عملتها فيزيبيليتي مثلا ستادي او اناليسيز، لقيت ان الاوت سورسنج هم مور سبيشاليست هم يوفروا لي، فبلجا اروح للاوت سورسنج بشوف الفرق بينهم والتحديات اللي ما بين الهاوس والاوت سورسنج. يعني سبلاي تشين بناخد اسماء من ليدر شيب، الفرق بين الليدر والمانجر مهم جدا طبعا. والاستراكشر بتاع المنظمه نفسها مهم، ما ينفعش كده اعمل اي استراكشر في اي شركه، لا كل شركه لها استراكشر خاص بيها هي حسب السياسه اللي ماشيه فيها الشركه والكالتشر اللي فيها، لان الاستراكشر بيأثر على الكالتشر والكالتشر بيأثر على الاستراكشر، الاثنين بيأثروا على بعض. وفي حاجه اسمها تشين اوف كوماند وتشين اوف كنترول طبعا مهم جدا في الاستراكشر. وحاجه اسمها الاي ام كومبتنسي فريم ورك، ده بيحدد الكومبتنسي بتاعت الاشخاص في الشركه او المنظمه نفسها. هنا عندي مثلا سبلاي تشين، عندك من اول الاكستراكتنج او مانيفاكتشرنج لحد عندك الفاينل او سيلينج. وعندك مثلا في تندر بروكيرمنت دي بروسيس، وده عندك الاي اف ام فريم ورك الكومبتنس لما من اول رول 1 لحد رول 7 عشان احدد دي كفاءات.
ماشي عليه معظم الشركات الكبيره. وهنا عندي مثلا انواع الاستراكشر في الشركات، سواء فانكشنال او عندك الماتريكس او عندك فلاتس او عندك ديفيجنال، حسب الاقسام وحسب الفانكشنال ولا حسب ماتريكس ولا حسب الفلاتس. طبعا ساعات بيسموها اسامي تانية زي الفيرتيكال هوريزونتال، زي سنترلايز وديسنترلايزد. وهنا عندك فرق بين الليدر والبوس. ودي 8 باخد فيه استراتيجي وبلاننج، باخد فيه فرق بين البوليسي الاستراتيجي الفيجن الميجن الاوبجيكتيف والجولز. بتكلم عن لاين اوف سايت وايز 55000، بيعرف البوليسي بيعرف الاستراتيجي ازاي. والاس ام بي اللي هي استراتيجيك اسيت مانجمنت بلان، ولا سمارت طبعا زي ما قلنا، سبيسيفيك ميجرابل اتشيفابل رياليستيك تايملي، والديماند اناليسيز والجاب اناليسيز والاستراتيجي بلاننج والاسيت مانجمنت بلاننج. وهنا عندي المثلث المشهور اللي هو بيوريك الفرق بين الفاليوز والفيجن والميشن والاستراتيجيك اوبجيكتيف والاكشن كي بي ايز. وهنا عندك هيراركي اوف بلانز، الفرق بين البوليسي الاستراتيجي الفيجن والميشن والاوبجيكتيف والجولز. وهنا عندك الاسيت مانجمنت ايه موقعها في الشركه زي ما قلنا في الاول. عندك اسيت مانجمنت بلان اللي هي الصغيره خالص، بعدين الاسيت مانجمنت استراتيجيك اسيت مانجمنت بلان، وبعدين اورجانيزيشن او كوربريت بلان اللي هي اكبر دايره. هنا عندك استراتيجيك اسيت مانجمنت بلان، هتلاقي هنا بيوريك اصلا العلاقه او الانتراكشن بين كل سبجكت جروب والتاني. زي ما انتم شايفين كده عندك الاستراتيجيك بتاع الشركه بيأثر على ايه بتأثر بايه. عندك الديماند اناليسيز، استراتيجي بلاننج، الاسيت مانجمنت بلاننج، الاسيت مانجمنت استراتيجي اوبجيكتيف، والستيك هولدر انجيجمنت. عندك الباوندري اللي هو خط الدايج دوت، ده اللي خدناه في الاول سلايد اللي هو كان في عندك الستكس جروب وال 39 سبجكت. وده بيوريك انتراكشن بين كل سبجكت والتاني في معيار الاستراتيجي بلاننج. بعدين الفايده من الكورس ايه؟ اول حاجه تبقى انت عندك النولج الكافيه انك تعدي الامتحان بكل ثقه. وتاني حاجه تبقى انت كده طبقت المعايير المطلوبه من ايزو للاشخاص حسب 55000، يبقى عندك قدره انك تعمل ديسيجن بيزد على داتا، انك تحسن الاسيت مانجمنت في اي شركه وتقلل التكلفه وتزود البرفورمانس وتمانج الريسك وتماكسمايز الفاليو، وتعمل ديسيجن ميكنج للقرارات بتاعت استبدال المعدات والاسيتس في الوقت المناسب باقل تكلفه، وبتعمل ساتسفاكشن للكومبتنس ريكويرمنت بتاعت الايزو انك تبقى اسيسور او اوديتور لاي شركه سواء شركتك او شركه ثانيه. بتعمل ماستر ريبورت حسب الايزو 55000، بيبقى ليك تمبلت معينه. بتعمل دراسه مع الستيك هولدر، تقعد معاهم ممكن تقعد مثلا اسبوعين ثلاثه اربعه حسب كبر الشركه حسب السيستم اللي فيها، لو هم عايزين يمشوا في الاتجاه دوت وياخدوا شهاده الايزو. فانت تبقى انت كامل، فانت كده معتمد دوليا ان انت ممكن تعمل اسسمنت ليهم وتساعدهم ياخدوا الشهاده عن طريق سيرتيفيكيشن بادي، والشركه تبقى عندها قدره انها تاخد الشهاده. اوكي، فده الفائده من الكورس للانديفيدوالز والاورجنايزيشن. بس لو حد عنده كالمعتاد اي سؤال او مهتم بالكورس يبلغنا. دايما يا شباب السبسكرايب على الويب سايت واليوتيوب عشان يجيلكوا كل جديد عن جميع الكورسات سواء كانت بيد او فري، ودايما فولو اس عن اللينكد ان والفيسبوك. بس وشكرا لكم جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.